350 ريال على هذه اللي هي المونستيرا الألبوم. في ناس يسموها أدسونيا وفي ناس يسموها المانكي فيس. شوف ما شاء الله تبارك الله حجم الورقة الواحدة والفيريجيتد اللي موجود فيها. شوف هذه معطيتك نصف القمر، نصف القمر يسموه، اللي هو في برقشة بيضاء والثانية خضراء. ما شاء الله تبارك الله على الأوراق الجديدة اللي بتظهر. شوف الجديدة فيها برقشة، ما شاء الله تبارك الله على أمورها وعلى أوراقها. حجم كبير جميل ما شاء الله، مزروعة في أفضل أنواع التربة عندنا، مدعمة. هذا خشب الكرز، شجر الكرز، من الأخشاب اللي يستخدموها في التدخين للحوم. طيب على العموم هي ما شاء الله تبارك الله معروضة عندنا، والفنان اللي حابب إنه يجذئها أو يجذرها، شوف كيف جذورها الهوائية، في أتم الاستعداد إنك أنت تجزئها وتجذر منها، فلا تفوتها، حجم راهي.